قرار المجلس الدستوري بإلغاء تأجيل الانتخابات أربك السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا التجاذب بين المؤسسات بدأ باتهامات من طرف الرئيس للمجلس الدستوري بالرشوة، وبرر التأجيل بالتوجس أيضا من نزاع انتخابي. ردود الفعل متباينة. المعارضة رحبت بقرار المجلس الدستوري واعتبرت أنه ملزم. أوساط في الأغلبية الداعمة للرئيس قالت إن التأجيل أصبح حتميا لقرب الاستحقاقات الانتخابية، وفسرت دعوة المجلس إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت بإمكانية التأجيل لأسباب فنية. هذا الجدل السياسي والدستوري والخوف على الديمقراطية لا يبدو أولوية بالنسبة لكثيرين في العاصمة السنغالية، يكافحون للحصول على قوت يومهم في بلد ترتفع فيه معدلات البطالة والفقر والهجرة غير النظامية. السلطات السنغالية استثنت الزعيم المعارض عثمان سونكو من عفو عام وأفرجت عن العشرات من الناشطين في حزبه. المزاج العام في الشارع يتناغم مع خطاب متشدد لسونكو يدعو للخروج من منطقة الفرنك الخاضعة للسلطة النقدية وللهيمنة السياسية والعسكرية لفرنسا. وتحتفظ باريس بقاعدة عسكرية في السنغال وبمصالح اقتصادية بعد خروجها من مالي ودول أخرى في غرب أفريقيا.